اشتهر بأداء الأدوار التاريخية وتزوج إعلامية شهيرة. عابد فهد ممثل سوري شهير، يعد واحداً من أبرز نجوم الدراما العربية، حيث استطاع بمهارته الفائقة في أداء الأدوار أن يحقق نجاحاً باهراً على مدى عقود. يتميز بتنوع أدواره وقدرته على تقديم شخصيات مختلفة بإتقان. ولد في حي الشيخ ظاهر بمدينة اللاذقية عام 1964، ينتمي إلى أسرة فنية عريقة. والده جورج فهد مطرب مشهور بالأغاني الساحلية، وشقيقه المخرج عامر فهد. وقد ترعرع في جو فني، لكنه انتقل إلى دمشق بسبب مرض الربو الذي ألم به. بدأ مسيرته الفنية عام 1981 عبر تلفزيون المرح، وشارك في مسلسل مرايا عام 1984. تألق في أعمال عدة، وكانت له مشاركات مميزة في المسلسلات التاريخية مثل مسلسل الزير سالم ومسلسل الحجاج. قصة طرده من إذاعة دمشق تعكس محنته في بداياته. بسبب خطأ غير مقصود أدى إلى تشغيل إحدى الأغاني الممنوعة، ونتيجة ذلك تم فصله من الإذاعة. حصد العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج عن دوره في مسلسل الحجاج، والجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة عن دوره في مسلسل الظاهر بيبرز. وعلى الصعيد الشخصي، فإن عابد فهد متزوج من الإعلامية زينة يازجي، ويعتبر الاحترام المتبادل هو سر نجاح علاقتهما. يرفض الخيانة ويحمي حياته الشخصية من التدخل الإعلامي. تعرف على زوجته عن طريق شقيقه الذي طلب منه مساعدتها في دخول مجال الإعلام، وبالرغم من عدم اهتمامها به في البداية إلا أنهما ارتبطا ببعضهما وتزوجا فيما بعد. وهذه كانت حكاية الفنان السوري عابد فهد. هل أنت من معجبيه؟ وما هو رأيك بأدائه وأدواره؟ شاركنا في التعليقات.